يعني الشعب السوري اليوم بجميع أطيافه وأماكن تواجده من المقيمون في مناطق سيطرة النظام والنازحون واللاجئون في دول الجوار وبلاد المهجر ضحية صراع أجرى دم السوريون أنهارا وهدم مدنهم وبلداتهم. ما هي الأسباب الحقيقية لهذا الصراع ومن هم أطرافه؟ كل الأطراف استجلبت وكل الأطراف يعني ارتكبت جرائم وكل الأطراف ارتكبت تجاوزات، وبالتالي من هنا نأتي مطالبتنا بالعدالة الانتقالية، العدالة الفردية التي تحاسب الفرد وليس تحاسب المجموعة على ما ارتكبه الفرد. هذا ما نريده بالتأكيد، ولا يمكن أن تقوم سوريا المستقبل كما نطمح إلى بناء إلا على أساس العدالة. إذا لم يكن تطبيق العدالة منذ البداية فكيف سنبني بلد متصالح مع نفسه كما أشرنا نحن أستاذ. أنا كتبت أنها متصالحة مع أقليم مع محيطها بالتالي يعني ومع العالم بأن تبتعد عن المحاور. سوريا لا تستطيع تحمل وجودها ضمن محاور تتصارع فيما بينها. يعني كما تفضلت دفعنا من الدم ما يكفي، يعني أصبح مهم جدا تكريس تحريم الدم السوري على السوري، أصبح مهم جدا هذا المهم جدا الابتعاد عن الأحقاد والكراهية واللجوء إلى التسامح وإلى الحوار مع تحقيق العدالة، بتأكيد مع التمسك بتحقيق العدالة. أستاذ يعني سلمان التسامح أنا أستاذ سلمان أنت رئيس حزب سوريا أولا، يعني لو سألتك اليوم أستاذ سلمان أين موقعك اليوم سياسيا، يعني أنت أين ترك نفسك؟ صحيح أنت موجود في الداخل السوري ولكن تنتقد يعني النظام. أنا معارض، أنا حزب معارض وأنا شخصية معارضة ومعروفة، ومنذ بداية الأحداث وحتى قبل الأحداث أنا معارض. لم أكن يوما لا في حزب البعث ولا ضمن يعني هذا النظام. أنا بدك شهادتي أستاذ سلمان على الحكي والله يا ريت سلام رايك. وأنا نحن لا نخفي توجهنا السياسي كحزب معارض ونطالب بالتغيير الجذري الشامل ونطالب بتغيير النظام ونطالب بإقامة دولة مدنية ديمقراطية تكون لجميع السوريين، نطالب بدولة المواطنين، نطالب بدولة القانون، نطالب بدولة الحريات. يعني موقفنا يعني دكتور واضح وليس هناك أي التباس. خليني أتابع النقطة أستاذ جمال، يعني معارض وبالداخل السوري وتحت سيطرة النظام وهذا الكلام كله، يعني برأيك هل هذا الكلام يعني فعلا مقلع، أم أن يعني المعارضة التي يقال عنها المعارضة اللايت، المعارضة الخفيفة، المعارضة الكذا، يعني والتي لا يعني على الأقل إن لم تضر لا تنفع، يعني المعارضة اللايت أو الوهمية، يعني آسف أستاذ سلمان نحن عم نحاول بس هيك الموضع لا 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 بالعكس يهمنا توضيح هذه النقاط. موجودة بسوريا هذه المعارضة اللايت، لكن هي يعني أنا أعرف الأستاذ سلمان من المدرسة ومن زمان، هو يعني إذا ما كان متمرد فهو سائر على الأوضاع الاجتماعية وعلى الأوضاع السياسية، وله كتير من المقولات. سلمان لا تنطبق عليه يعني كلمة معارضة يعني شكلية،